سمح للجميع للانضمام للفريق، فكرة جيدة. نحتاج العدد يا لولا، ليس لدينا خيار. أمي، أبي، يرى جيزر أننا بارعان في الدعمة. متعادلة، هكذا الحال. لكن كان تحدي أن تجمع عددا أكبر مني. إذن أنا فصل. حسنا، نستسلم. القاعة لك أنت. ماذا؟ جيزر محق من البداية. ماذا؟ نصنع الضوضاء، خاصة أنا كمطرب. ماذا؟ أما غناء جيزر على الجانب الآخر هو المطلوب للغناء في الفريق. أخرجوا. هكذا يكون مطرب الغناء الحقيقي. تعرف، في الماضي كنت المطرب الرئيسي في ذي ليذر مونكس. هل سمعتم عنا؟ لا. إذن ما اختيارك يا جيزر؟ معنا؟